هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ يلا بينا نعمل وصفه جميله جدا بالسوداني. يلا ننزل مقاديرها يا نودي. ادي سوداني وعندي نوعين زبيب، لو موجود موجود، مش موجود لا. عندكم فواكه مجففه، عندكم تين، ناخد واحده تينايه، يعني نحاول ندعم للولاد حاجه صحيه فيها مكونات صحيه وحاجات في البيت. السوداني ده عايزه اقول لحضراتكم مفيد جدا. نقول المقادير يلا بينا. عندي قد ايه؟ 300 جرام من الشوكولاته المذابه اهي، وعندي 300 جرام من 250 جرام تقريبا من السوداني المحمص، خلاص. وعندي معلقه زيت ومعلقه زبده، موضوع بسيط جدا. هنحط بس دي تدوب هنا شويه، لازم اسيحها. عند حضرتك سوداني ماشي، عند حضرتك اي حاجه من المكسرات تضيفيها تدعميها يبقى كتر الف خيرك، اللي موجود مفيش مشكله. هاخد بس كده ايه طبق هنا، ده احط فيه الوحدات الجميله اللي احنا عملناها دي. مش دلوقتي، عايزني ادخله من الفرن يا استاذ فوق؟ لا يا فندم الطم. لا هنحط دول. حاضر. طيب هناخد هنا، انا عندي هنا مكان ده شوكولاته، على فكره اللي عايز يحط شوكولاته معاهم احنا حاطين الشوكولاته الخام. بصوا بقى الجمال، تسلم تسلم ايديكوا والله، شكرا. انا بدفي هنا بس الشوكولاته عشان هي بدات تمسك من التكييف، تكييف هنا ما شاء الله يعني ايه، عشان طبعا الاجهزه فبن. طيب هاخد شويه من الزبيب الاسود وناخد استاذه منال. يا اهلا وسهلا. صباح الفل. صباح الفل يا حبيبة قلبي. النهارده فعلا تستاهلي ان انت تعملي كرواسون، تعملي كل حاجه حلوه بمناسبه فوز النادي الاهلي. الحمد لله الحمد لله. الف مبروك لنادي الاهلي وقناه الاهلي الجميله. الله يبارك في عمرك يا رب، شكرا لحضرتك جدا. تسلم ايدك، حلوه قوي قوي وسهله قوي، شوف عظيم والله، بسيط وجميل وتقدروا تعملوا منه اللي انتوا عايزينه. واحنا بقى فرصه، انا بحب اتفرج على كل حاجاتك لانك فعلا بتبسطي حاجاتك، احنا كنا شايفينها صعبه جدا. يا حبيبتي الحمد لله، يا رب يخليك والله. يعني انت حاجه جميله بجد. يا رب يخليك يا مدام منال والله، ربنا يبارك لك في صحتك وفي اولادك. امين يا حبيبتي، كل حاجه بتعمليها وجاتك كل خير. امين يا رب يخليكوا ليا يا مدام منال بصحه وعافيه حبيبتي حبيبتي. تسلمين يا رب، كل سنه وحضرتك طيبه ويجعلها سنه سعيده عليكم جميعا يا فندم وعلى اسركم واولادكم. بصوا كده انا بدي بس تكسير، انا عايزاه يبقى مجروش، ما تبقاش يعني السودانيه كام، فايه باخد شويه. لو عندي زبيب زي ده، بصوا بقى الزبيب لو لقيناه ناشف كده، هفترض عندي شويه من رمضان ونشفه مثلا، انقعوه شويه. عايزين تنقعوه بقى يديكوا طعم حلو، ينقعوه في عصير، شويه عصير برتقال، شويه عصير، اي عصير من اللي عندكم، ما يجراش اي حاجه. عايزه اقول لكم الحاجات دي بتتباع في علب وبتبقى غاليه، واحنا نقدر نعملها في البيت وعندنا بواقي الحاجات والله، في حاجات باقيه عندنا نستفيد منها، والسوداني موجود وكلنا بنحبه لا اختلاف عليه. المكسرات يمكن هي اللي الواحد ممكن يختلف عليها، ناس بتحبها وناس ما بتحبهاش. معانا مين؟ معانا فريده. يا فرودي الو. اهلا 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 فرودي. أنا بحبك قوي يا شيف عظيمة، وبحب الكرواسون اللي انت عاملاه، كل سنة وحضرتك طيبة. وانتي طيبة وسعيدة وفرحانة يا روح قلبي، عقبال ما أشوفك عروسة يا فرودي، ويعني مامي وبابي يفرحوا بيكي يا رب. مش عايزة أي حاجة أعملها لك تاني يا فرودي؟ أنا كنت عايزة الرز الملون. من عيوني، اكتبي يا ندى لو سمحتي. مش عايزين نتأخر على فريدة. عيوني ليكي يا فريده، هعمله لك يا روح قلبي. واعمل لك جنبه ايه طيب؟ اعمل لك جنبه كفته فراخ ولا اعمل لك جنبه ايه؟ عايزه جنبه اللي هي اللحمه. اللحمه؟ حاضر، بس كده يا نهار ابيض، عينيا ليكي. عيني ليكي يا فريده. من عيوني، شرفتيني ونورتيني، ربنا يبارك فيكي حبيبتي، وشكرا لماما اللي خليتك تتكلمي. بصوا كده. بدي بس جرشه. معلش يا جماعه، الموضوع ده مهم قوي. على فكره الوصفات دي جميله. بصوا بقى هاخد بوله كده وسط، بسم الله. عايزين بقى نتكلم عن، في حد من اصدقائي كان سالني قال لي انا عندي تين مجفف من رمضان، والتين المجفف ده انا مش عايز اكله مجفف، نشف قوي، اعمل فيه ايه؟ هنعسله. هنعسله ازاي؟ هنعمل له محلول كده.
هنخلي التين ده يبقى عامل زي مروان جلاسيه، وهنعيد تاني احياء التين ده بشكل جميل، نستخدمه بقى في الحلويات والحاجات، مش هيقول لا. خلاص بس. طيب هناخد كده، بصوا الشوكولاته دابت هنا، يلا بصوا شايفين، هنزل بالشوكولاته، خليك معايا يا استاذ فضل، شايفين اهي الزبيب ده بقى من الحاجات اللي بتساعد من الوقايه من هشاشه العظام، وبيدي احساس بالشبع. عايز اقول لكم مليان بقى مضادات اكسده، وعنده يعني حاجات لطيفه جدا انه يساعدنا من ان احنا نتلافى موضوع نقص الحديد وفقر الدم ده. بصوا كده، هاخد بقى صاج، انا مش عايزه اعمل حاجه غير اني هجيب صاج كده مدهون عليه ورق زبده، هاخد معلقه السوداني ده بقى من الحاجات الرائعه، اولا بيساعد في نمو الشعر جدا، عشان تبقوا عارفين المعلومه دي مهمه قوي. الناس اللي بتشتكي من الكوليسترول، نسبه كوليسترول عاليه في الدم، بص انا هعملها كده وادخله فريزر. قوي قوي عيوني. حاضر حاضر يا فندم، كده تمام. حاضر، احط بس الشوكولاته اللي هي مش محتاجه تسيح. طيب عايزه اقول لكم الحاجات الجميله، السوداني ده كمان الناس الولاد اللي عندهم يا جماعه انيميا مهم ليهم قوي، الناس عايزه تزود وزنها، البنات الصغننين يعني النحاف، وعايزه اقول لكم كمان هو الكربوهيدرات فيه قليله، فبيقلل من الاصابه بمرض السكر. بصوا بصوا مهم قوي، في فيتامين ه وفي مغنيسيوم، عايزه اقول لكم بيعزز جدا من صحه الجلد. عارفين ليه؟ يعني الزيت بتاع الفول السوداني ده مش قادره اقول لكم على جماله، زبده الفول السوداني دي اللي بياكلوها الولاد ونحط عليها معلقه مثلا عسل ابيض، رائعه. بصوا بقى دي هنعملها كده اقراص، الولاد دي بقى لما تجمد في الثلاجه بياكلوها، مش دي حاجه مفيده ليهم؟ مش دي شوكولاته وانا جايبه شوكولاته صحيه وانا عاملاها في البيت وهتعمل معايا ما شاء الله كميه لا باس. بصوا بتمسك على طول في الاستوديو ازاي، انتوا ايه يا جماعه؟ ايه يا جماعه بوظولي وصفات. يا نهار ابيض، ده انا مش لاحقه. هنحط في الثلاجه بقى 10 دقائق ربع ساعه، هتلاقوها مسكت وبقت قمر. عندكم قالب سيليكون عايزين تحطوه وتدي الشكل فيه هيبقى احلى واحلى، بس والله الشكل العشوائي ده هو اللي بيعمل فيها الجو. عارفين بقى ايه؟ بتتقدم في طبق كده ونحط عليها خطوط من الشوكولاته البيضه مثلا، يا نهار ابيض. وسوداني حاجه متوفره عندي على قد ما الكميه تسمح، في حاجات كتير. حاضر يا نور عيني، انت هتاخد الشوكولاته اللي فاضلين؟ حاضر يا استاذ فضل، ماشي هبعتهم لسيادتك يا فندم. عينيا. بصوا كده، عارفين بقى كمان اقول لكم حاجه، عارفين لو عندكم بسكوت مفتفت، بسكوت بسكوت عادي ساده، والبسكوت ده قطع كده زي ما بنعمل الليزي كيك، اعملوه كده وحطوه لهم في الثلاجه وياكلوه كده، روعه. انا هكمل وحدتين كمان عشان ايه؟ عشان الناس اللي طمعانه في بقيه البوله. تاكلوها بالمعلقه عادي؟ يا انتوا بتحلوا لي المشاكل كلها. يا حبايبي حاضر. والله يا حبايبي ماشي، عينيا ليكوا والله. بصوا بقى اهي، تعالوا بقى انا هجملها بالشوكولاته البيضه بس تطلع. خلينا بقى ايه ناخد دول نحطهم في التلاجه 5 دقائق كده ويلا بينا.